السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الابتدائي، النهاردة هناخد مع بعض مادة الرياضيات، درسنا بعنوان الأوضاع النسبية. قبل ما نتعرف في سنة أولى على درسنا النهاردة، تعالوا نتعرف مع بعض على ركن الرياضيات. أول حاجة في سنة أولى هنتعرف عليها في ركن الرياضيات هو يوم اليوم. اليوم هو يوم الأربعاء. الأربعاء، اليوم هو يوم الأربعاء. طيب كم يوما في الأسبوع؟ 7 أيام، وهم السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة. برافو علينا يا سنة أولى. طيب تعالوا كده، النهاردة اليوم الكام من أيام الدراسة؟ اليوم 9 من أيام الدراسة. لذلك وضعنا دائرة على رقم 9 في لوحة المئة، وكمان هنضع كم نقطة في إطار الخمس خانات؟ 9 نقاط في إطار الخمس خانات. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. برافو. طيب وهنضع كم عصا في حاوية الأعداد؟ 9 عصيان في حاوية الآحاد. برافو. طيب تعالوا نقرأ تاريخ اليوم. 18 من مارس 2021. برافو. 18 من شهر مارس 2021، وإحنا في شهر إيه؟ شهر مارس. كم شهرا في السنة؟ 12 شهر. تعالوا نراجعهم مع بعض. يناير، فبراير، مارس، ابريل، مايو، يونيو، يوليو، اغسطس، سبتمبر، اكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. برافو. طب اخر حاجة هنعملها مع بعض في ركن الرياضيات هو الساعة. كم الساعة الان؟ الساعة 10:10. 10:10. نراجع مع بعض مرة كمان ركن الرياضيات. اليوم هو يوم الاربعاء من ايام الاسبوع، اليوم 9 من ايام الدراسة، لذلك وضعنا دائرة على رقم 9 في لوحة المئة، ووضعنا 9 نقاط داخل إطار الخمس خانات، ووضعنا 9 عصيان في حاويات الأعداد، وتاريخ اليوم هو 18 من شهر مارس 2021، والساعة الآن 10:10 بالضبط. طيب أول حاجة سنة أولى هنبدأها بدرسنا النهاردة في درس الأوضاع النسبية هي داخل وخارج. أول حاجة إيه؟ داخل وخارج. تعالوا كده نشوف السؤال اللي قدامنا، بيقول لي أكمل بداخل أو خارج. عندي كده يا سنة أولى، ركز كده معايا، عندي إيه؟ عندي إيه؟ شايفين إيه في الصورة؟ قفص بداخله 4 عصافير وخارجه 3 عصافير. برافو علينا. بيقول لي كده رقم 1، يوجد 4 عصافير نقط القفص. يوجد 4 عصافير نقط القفص، يا ترى داخل ولا خارج؟ ال4 عصافير موجودين داخل القفص. برافو علينا، يبقى يوجد 4 عصافير داخل القفص. رقم 2، يوجد 3 عصافير نقط القفص. 3 عصافير موجودين ايه؟ خارج القفص. خارج القفص. بعد كده اخر رقم عندي، كم عصفورا داخل القفص؟ كم عصفور داخل القفص؟ 1، 2، 3، 4. 4 عصافير داخل القفص. برافو علينا، يبقى مرة كمان، يوجد 4 عصافير داخل القفص، ويوجد 3 عصافير خارج القفص، وقلنا كم عصفورا داخل القفص؟ 4 عصافير داخل القفص. خلاص عرفنا كده أول حاجة مع بعض، داخل وخارج. تاني حاجة مع بعض يا سنة أولى في الأوضاع النسبية هي أمام وخلفي. رقم 2، أمام وخلف. رقم 2، أمام وخلف. أمام وخلف. بيقول لي أكمل مستخدما أمام أو خلف. شايفين الصورة اللي قدامنا دي يا سنة أولى؟ أول حاجة أنا عندي كده في النص دي صورة إيه دي؟ صورة سيارة. سيارة، وفي أمام السيارة في إيه؟ في كرة. السيارة ولد. ولد، يبقى أمام السيارة كرة وخلف السيارة ولد. طيب بيقول لي أكمل مستخدما أمام أو خلف. تعالوا كنشوف أول حاجة، بيقول لي الكرة نقط السيارة، يا ترى الكرة أمام ولا خلف؟ الكرة أمام السيارة. برافو علينا، الكرة أمام السيارة. رقم 2، الولد نقط السيارة، يا ترى أمام ولا خلف؟ الولد خلف السيارة. الولد خلف، اهو شايفين الكرة امام يعني قدام اهي، والولد خلف يعني ايه؟ ورا السيارة، وراء السيارة. يبقى الولد خلف السيارة. يبقى رقم 1 في الاوضاع النسبية رقم 1 داخل وخارج، ورقم 2 امام وخلف. طيب تعالوا نشوف مع بعض السؤال اللي بعد كده، بيقول لي اختر، جايب لي ايه في الصورة اللي قدامنا؟ صورة كرسي. صورة ايه؟ كرسي. وفي امامه ايه؟ بنت وخلفه ولد. شاطرين، امامه بنت، الكرسي وخلفه ايه؟ ولد. بوري رقم 1، البنت نقط الكرسي، عايز نختار امام ولا خلف، يا ترى البنت امام ولا خلف؟ البنت امام الكرسي.
برافو، البنت امام الكرسي، عشان كده حطينا خط تحت كلمه ايه؟ امام. رقم 2 الولد نقط الكرسي، يا ترى برضو هختار امام ولا خلف الولد؟ الولد خلف الكرسي. الولد خلف الكرسي، عشان كده اخترت هختار ايه مع بعض؟ كلمه خلف. خلاص عرفنا مع بعض ان الاوضاع نسبيه، رقم 1 داخل وخارج، ورقم 2 امام وخلف. رقم 3 مع بعض يا سنه اولى في الاوضاع النسبيه هي فوق وتحت. رقم 3 فوق وتحت. رقم 3 فوق وتحت. بيقول لي اكمل مستخدما فوق وتحت. شايفين الصوره اللي قدامنا دي صوره ايه؟ صوره شجره فوقها عصفور وتحتها كره. يبقى قدامنا صوره شجره فوقها عصفور وتحت الشجره في ايه؟ كره. رقم 1 الكره نقط الشجره، يا اختار هختار فوق ولا تحت؟ الكره تحت الشجره. برافو علينا، الكره ايه؟ تحت الشجره. رقم 2 العصفور نقط الشجره، العصفور فوق الشجره. العصفور فوق الشجره. يبقى نراجع مع بعض تاني الاوضاع النسبيه، رقم 1 داخل وخارج، ورقم 2 امام وخلف، ورقم 3 فوق وتحت. برافو علينا سنه اولى مع بعض. يلا نشوف اللي بعد كده. بيقول لي ارسم 3 عصافير فوق المركب وسمكه تحت المركب. ركزوا كده معايا، انا عندي اهي صوره مركب، عايزنا ارسم ايه؟ 3 عصافير فوق المركب. كده اهو شايفين مع بعض رسمنا كام عصفور فوق المركب؟ 1 2 3. وعايزني ارسم ايه؟ وارسم سمكه تحت المركب. هرسم سمكه تحت المركب. شاطرين، يبقى انا عندي اهي صوره المركب، عايزني ارسم 3 عصافير فوق المركب، اهو 1 2 3، وعايزني ارسم سمكه تحت المركب، اهو اديني رسمت ايه؟ سمكه ايه؟ تحت المركب. برضه بيقول لي ايه يا سنه اولى؟ اكمل مستخدما فوق او تحت. عندي صوره منضده، فوق المنضده في ايه؟ في طبق، وتحت المنضده في كره. برافو، انا عندي صوره منضده، فوق المنضده في طبق، وتحت المنضده في كره. تعالوا بقى نشوف السؤال بتاعنا، بيقول لي الكره نقط المنضده، عايز نستخدم يا كلمه فوق يا كلمه تحت. الكره يا ترى فوق ولا تحت المنضده؟ الكره تحت المنضده. برافو، الكره تحت المنضده. رقم 2 الطبق نقط المنضده، يا ترى الطبق فوق ولا تحت؟ الطبق فوق المنضده. الطبق فوق المنضده. برافو علينا يا سنه اولى. بعد كده سنه اولى رقم 4 في الاوضاع النسبيه، يمين ويسار وبين. رقم 4 معانا يا سنه اولى من الاوضاع النسبيه في الدرس بتاعنا النهارده، يمين ويسار وبين. يمين ويسار وبين، نقولهم تاني مع بعض، يمين يسار بين. طيب بيقول لي السؤال قدامي، اكمل مستخدما يمين او يسار او بين. تعالوا كده نشوف معانا مع بعض، عندي 3 اولاد قدامي، عندي احمد وعندي محمد وعندي محمود. تعالوا كده قبل ما نشوف الاسئله بتاعتنا، عايزه اعرف فين اليمين وفين اليسار وفين بين. انا عندي اهو محمد هو اللي ايه في الوسط، يعني هو كده ايه محمد في محمد كده بين باينه. طيب انا عايز اعرف مين اللي على يسار محمد ومين اللي على يمينه. هيبقى بالنسبه لي اللي على يسار محمد احمد، اللي من ناحيه اليسار مين؟ احمد، ومن ناحيه اليمين محمود. يبقى تاني انا عندي محمد اهو في الوسط يعني باينه، اللي على يساره هيكون مين؟ اللي على يساره هيكون احمد، واللي على اليمين هيكون محمد. محمود. طيب تعالوا نشوف كده اول سؤال مع بعض، احمد يقف نقط محمد. تعالوا كده بيقول لي اول حاجه عايز مين؟ احمد. فين احمد؟ اهو يقف. بالنسبه لمحمد على اليمين ولا على اليسار؟ على اليسار. برافو علينا سنه اولى، على اليسار. يبقى احمد بالنسبه لمحمد يقف على ايه؟ على يساره. يقف على يسار. يبقى احمد يقف يسار محمد. احمد يقف يسار محمد. طيب رقم 2 محمود يقف نقط محمد. فين محمود؟ اهو محمود بالنسبه لمحمد ويقف على اليمين ام اليسار؟ على اليمين. على اليمين، يبقى محمود يقف يمين محمد. محمود يقف يمين محمد. طيب رقم 3 محمد يقف نقط محمود واحمد، عايز دلوقتي اعرف محمد يقف ما بين احمد ومحمود يمين ولا يسار ولا بين؟ بين احمد ومحمود. برافو علينا، بين احمد وايه؟ ومحمود. يبقى احمد يقف يسار محمد. احمد ايه؟ يقف يسار محمد. ومحمود؟
ومحمود يقف يمين محمد. طيب ومحمد بالنسبة لأحمد ومحمود يقف إيه؟ يقف بين أحمد ومحمود. برافو علينا يا سنة أولى. يبقى نراجع مع بعض درسنا اللي هو الأوضاع النسبية. قلنا رقم واحد داخل وخارج، ورقم اثنين أمام وخلف، ورقم ثلاثة فوق وتحت، رقم أربعة يمين ويسار وبين. برافو علينا يا سنة أولى. تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده بيقول لي أجب. عندي قدامي أربع صور لأولاد، عندي عادل، عندي ماجد، محمد، أيمن. أول سؤال بيقول لي ما اسم الولد الذي يقف على يمين محمد؟ تعالوا كده نشاور كده على محمد. مين اللي واقف يمين محمد؟ احنا عارفين اليمين من الناحية دي ولا من الناحية دي؟ مين اليمين؟ أيمن يقف يمين محمد. برافو علينا، الإجابة عندي هتكون أيمن. أدي محمد أهو. مين يقف على جهة اليمين؟ أيمن. مين اللي واقف على جهة اليمين؟ أيمن. طيب السؤال الثاني رقم اثنان، ما اسم الولد الذي يقف على يسار ماجد؟ انا عندي ماجد اهو، من يقف على اليسار؟ عادل يقف يسار ماجد. برافو، عادل يقف يسار ماجد. طيب رقم ثلاثة، ما اسم الولد الذي يقف بين عادل ومحمد؟ انا عندي اهو عادل وعندي محمد، مين اللي واقف ما بينهم؟ ماجد يقف بين عادل ومحمد. برافو، ماجد يقف بين عادل ومحمد. خلاص سنة اولى. طيب بعد كده بيقول لي ارسم ثلاث كرات على يمين هدى واربع كرات على يسار هدى. انا عندي اهي البنوته بتاعتي اسمها هدى اهي، عايزني ارسم ثلاث كرات جهه اليمين واربع كرات جهه اليسار. اهو اول حاجه هعملها ادي جهه اليمين بالنسبه لهدى، هرسم كم كره؟ ثلاث كرات، واحد اثنان ثلاثه. طيب وجهه اليسار هرسم كم كره؟ اربع كرات جهه اليسار، واحد اثنان ثلاثة أربعة. برافو علينا، يبقى رسمت ثلاث كرات جهة يمين هدى وأربع كرات جهة يسار هدى. بعد كده بيقول لي أرسم ثلاث دوائر داخل المربع وأربع وثلاث قلوب خارج المربع. أنا عندي أهو مربع، عايز نرسم كم دائرة داخله؟ ثلاث دوائر داخل المربع وثلاث قلوب خارج المربع. يلا نعد كده مع بعض الثلاث دوائر اللي داخل المربع. واحد اثنان ثلاثة. وخارج المربع يعني بره المربع خالص هرسم كام قلب؟ ثلاث قلوب، واحد اثنان ثلاثة. برافو علينا كده يا سنة أولى. بعد كده بيقول لي لاحظ الصورة وأكمل داخل أو خارج. لاحظ الصورة وأكمل داخل أو خارج. أنا عندي طبق يا سنة أولى وجواه كام تفاحة؟ تيجي نعد كده مع بعض. واحد اثنان ثلاثة. وخارج الطبق عندي كام تفاحة؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. بيقول لي يوجد ثلاث تفاحات نقط الطبق، يا ترى الثلاث تفاحات داخل ولا خارج؟ الثلاث تفاحات داخل الطبق. برافو علينا، الثلاث تفاحات داخل الطبق، أهم داخل الطبق. رقم اثنان، يوجد أربع تفاحات نقط الطبق، يا ترى داخل ولا خارج؟ أربع تفاحات خارج الطبق. برافو علينا، يوجد أربع تفاحات خارج الطبق. بعد كده بيقول لي أكمل بفوق أو تحت. هنكمل يا حبايبي النقط اللي عندي بفوق أو تحت. بص الصورة اللي عندي، عندي صورة كتاب ومنضدة وقلم، يا ترى الكتاب فوق ولا تحت المنضدة؟ فوق يا ميس. فوق المنضدة. طيب القلم تحت ولا فوق المنضدة؟ تحت يا ميس. يبقى القلم تحت المنضدة والكتاب فوق المنضدة. نشوف. في السؤال اللي بعده، سؤال جه معانا دلوقتي مع سؤال المتفوقين. السؤال بيقول لي أجب، عندي ثلاث بنات سعاد وهدى وداليا، من يقف على يمين هدى ومن يقف على يسار هدى ومن يقف بين سعاد وداليا؟ اتمنى ان انتوا تبعتوا لنا الاسئله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.